عمر قشمار وهو ناشط حقوقي مغربي من تازة، أهلا وسهلا بك عمر. هل تشاطر هذا الرأي بأن يعني المغرب ربما يعطي الكثير من الوقت ويسخر الكثير من الجهود الاقتصادية والسياسية لأجل هذه القضية، قضية الصحراء الغربية، على حساب أولويات شعبه وسيادته الداخلية الوطنية؟ أولا شكرا لكم على الاستضافة. يا أهلا وسهلا. بداية نعتبر أن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي هو تصحيح لخطأ دبلوماسي وسياسي قديم نتيجة لقرارات انفرادية بعيدا عن الشعب وبوجود نخب وأحزاب سياسية غير قادرة على إبداء رأيها في مثل هكذا قرارات بسبب الخوف. للأسف في المغرب النخب السياسية والمثقفين هم موجودون فقط للتصفيق لقرار، كما صفقوا لقرار الانسحاب قديما الآن يصفقون لقرار العودة من جديد. القضية الاقتصادية اسمحي لي، على أن القضية الاقتصادية في المغرب، يعلم الجميع على أن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد هش مبني أساسا على منافع فردية وعلى عطاءات مخزنية لأشخاص محددين إلى غير ذلك. فذهاب المغرب إلى إفريقيا أساسا عودته إلى إفريقيا كان كما يروج النظام داخل المغرب، ومن أجل قضية المغاربة، قضية الصحراء. ولكن إلى أي مدى يصعب الموقف الدولي في حسم هذه القضية؟ يعني الأمم المتحدة لا تعترف بجبهة البوليساريو كدولة كاملة السيادة، كما لا تعترف بسيادة المغرب على هذه الصحراء. يعني هل نحن أمام موقف وسطي لا يقدم ولا يؤخر بالنهاية؟ من يقول ذلك؟ لأن أصلا المغرب يعترف بالبوليساريو، وهذا الاعتراف قائم منذ زمان، خصوصا ان وثائق الامم المتحده الموقعه بين الطرفين تشهد ان المسؤولين المغاربه يتعاملون مع البوليساريو باعتباره كيان قائم بالذات، في مقابل يتم الترويج وسط الشعب وفي استغلال من على ان النظام لا يعترف بالبوليساريو. هذا امر لا يمكن ان يبقى مستمر الى الان، لان الان المصادقه البرلمان المغربي على قانون منظمة الاتحاد الأفريقي يتضمن الاعتراف بمجموعة من الأمور، منها تواجد البوليساريو داخل هذه المنظمة، لأن خصوصا أن الأطروحات الانفصالية في العالم الإسلامي والعربي ضروري ينبغي التصدي لها، ولكن في غياب دستور شعبي وديمقراطي ووجود دساتير ممنوحة من الحكام العرب لشعوبهم وغياب الحريات العامة وحقوق الإنسان وتعددية حقيقية لسوريا وسيادة للشعب، وأن يكون الحاكم والمحكوم سواسية أمام القانون. شكرا. في غياب هذا الأمر تتعقد الأمور. شكرا جزيلا لك عمر قشمار، وإلى جلال